واليوم يسعدني أن نفتتح رسمياً مول لكاروسيل. هذا المشروع كلفنا تقريباً 600 مليون درهم. طبعاً الكاروسيل، مشروع الكاروسيل مكلفنا 1.8 مليار، بس المول كان 600 مليون منها. اليوم في تقريباً 33 محل مفتوح، وإن شاء الله على خلال الأيام التالية تكون تزيد عدد المحلات تكون جاهزة للمتسوقين. المول يكون مفتوح للعامة من بكرة إن شاء الله. أنا أشجع أي متسوق يشوف، يعني على أساس أن المول يعني فيها استمتاع ثاني، لأن مول مفتوح ومفتوح وموقع الاستراتيجي على البحر على المحيط، يعطي يعني ميزة خاصة عن المولات الثانية اللي موجودة في الرباط. وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المتسوقين والعملاء اللي عندنا، إن نكمل المشروع الباقي منها الفندق والمكاتب اللي تكون إن شاء الله تي على مراحل، يعني على مراحل ثانية إن شاء الله. عندنا في 25 عندنا في شهر 3/2025 يكون مرة ثانية إن شاء الله يكون خالصين الفندق، وبعدين المرحلة الأخيرة إن شاء الله في 2026 يكون 20 محل تضاف للمول كاروسيل، و 52 وحدة إن شاء الله سكنية تكون جاهزة للتسليم. شكرا. اليوم نحن السعداء اللي بافتتاح الرسمي لمشروع مول لو كاروسيل، والذي هو جزء من مشروع لو كاروسيل، الذي المشروع كله بمجمله تطلب استثمار يتجاوز 1.8 مليار مغربي، ومشروع المول فقط تطلب استثمار 600 مليون درهم. احنا سعداء بهذا المشروع لانه سيساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية للمنطقة، حيث سيخلق اكثر من 400 فرصة شغل. ونحن سعداء كذلك لمنح مساحات خضراء وجميلة لساكنة الرباط، لانه هذا المشروع ليس فقط هو مشروع للتسوق، بل أيضا مشروع للنزهة، للترفيه لكل العائلة. هناك مطاعم، هناك مراكز للتسويق، هناك طبعا مساحات للأطفال وللترفيه. فنحن فخورون جدا بالنتيجة، حيث قمنا باستعانة بأحسن المصممين العالميين وأحسن المقاولين. واليوم نتمنى أن يكون ساكنة الرباط كلها تنضم إلينا للاحتفال بهذه المساحة الجديدة للمدينة وللمنطقة.